اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يعني ما حدث في الاسبوع الماضي في تونس بعد ان اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب واقاله حكومه هشام المشيشي وتولي السلطه التنفيذيه بنفسه، قال ان هناك فساد وخراب ودمار. هذا الموضوع الحقيقه الذي حدث في الاسبوع الماضي اثار الكثير من الاحاديث في العراق، واثار موجه من الخوف من الهلع عند قوى العمليه السياسيه وشخوصها، لذلك انبروا في الحديث عن هذا الموضوع مباشره. يعني خرجت اللجنه القانونيه في البرلمان الحالي تحدث بلسان احد اعضائها انه القول انه اعاده هذه التجربه التي حصلت في تونس غير ممكنه في العراق. قال بسبب انه الاوضاع التي يمر بها العراق سواء يعني امنيه او سياسيه او اقتصاديه او صحيه، يعني ربما هي سيئه لكنها تختلف عما موجود فيه يعني في تونس. قال انه لا يمكن اعاده هذه التجربه التونسية في العراق لسبب بسيط، مثل ما قال، كون الحكم في العراق برلماني وليس جمهوري، يعني وأن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات أن يحل الحكومة والبرلمان بمرسوم جمهوري كما حصل في تونس. يعني هل هي هذه مشكلة؟ ليش هو العراق يمتلك رئيس جمهورية مخالف لهذا الوضع ولا يريد هذا الوضع؟ ما هو جزء من هذه الكارثة. هذه الرئاسات التي تتحدثون عنها، الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، رئاسة الوزراء، هي جزء من هذا الخراب، من هذه التشكيلة، تشكيلة العملية السياسية التي أدت العراق إلى الدمار. فلماذا يحاول رئيس الجمهورية؟ كان يجب أن يقول الحقيقة ويقول أن رئيس الجمهورية هو جزء من هذه من جوقة الحكم، فلا يمكن أن يتخلى عن هذا الحكم لأنه في مصالحه وفي كل شيء يريده، هم هذا اللي أرادوا وهم جزء من هذا الخراب والذين أوصلوا العراق إلى هذا المستوى. فبالتالي ليس لأنه صلاحيات، عنده صلاحيات ما عنده صلاحيات، النظام برلماني مو جمهوري، هذه كذبة كبيرة. لكن الطامة الكبرى في حديثه قال هناك سبب آخر يمنع تكرار التجربة التونسية في العراق بعيدا عن صلاحيات رئيس الجمهورية. قال هذا أن الوضع السياسي هنا يختلف كثيرا. كيف؟ قال عن تونس والكثير من الدول العربية، كون الحكم في العراق يتم عبر مشاركة كل الأطراف السياسية وليس من خلال طرف سياسي واحد. يريد أن يقول الحكم في العراق ديمقراطي وكل قوى الشعب تشارك فيه، بالتالي الشعب منتخب هذا النظام وهو يريد هذا النظام، لا يمكن أن ينقلب عليه. هذه هي الكذبة الكبيرة، هذه هي الكذبة الكبيرة. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن الانقلابات. يعني الآن يتحدثون عن أنه ما حدث في تونس هو انقلاب، ورئيس الجمهورية يعني قيس بن سعيد يقول ليس انقلابا، هذا ضمن الدستور، أنا تصرفت بهذا الشكل بغض النظر عن هذا الموضوع. لكن حديث عن الانقلابات يعيدنا لماذا هم كانوا يقولون منذ عام 2003 لحد الآن بعد حل الجيش العراقي والقوى الأمنية، بدأوا يتحدثون عن أنه زمن الانقلابات ذهب في العراق إلى غير رجعة. كانوا يعرفون أن بقاء الجيش العراقي بهذه الفكرة، بهذه العقيدة، بهذه التكوينة، بقاء قوى الأمنية، قوى مؤسساته بهذه الفكر، بهذا الإطار، ليس له علاقة طبعا بنظام سابق، نظام جمهوري ملكي، لا، أنا أتحدث عن فكر وطني، إطار وطني، إطار عراقي، بقاء سيؤدي إلى قيام قوى حتى لو صغيرة، ملازم ربما، سيقوم بالانقلاب وسيؤدي الانقلاب إلى إزاحة كل هؤلاء ورميهم في السجون. هم كانوا يعرفون هذه الحقيقة، لذلك سعوا بكل قوة إلى حل الجيش العراقي والقوى الأمنية وكل المؤسسات. الآن يدعون أنه بريمر حلها، وبريمر يقول هم قالوا لي، وبالتالي كل القوى، أمريكا وكل القوى التي تحكم العراق هي ساهمت في حل كل هذا الموضوع وصولا إلى أمان لأنفسهم أنه لا انقلاب يحصل بعد في العراق، لأن كل القوى التي جاءوا بها كقوى عسكرية وقوى أمنية هي قوى ميليشياوية تابعة لهم، تابعة لأحزابهم. لذلك هو يتحدث أنه المشاركين في الحكم هم كل الأطراف السياسية، هذه كذبة كبيرة.
لانه هي الاطراف السياسيه اللي تحكم العراق هذه القوى تابعه لها وجاءت لتحميها وليس لتحمي الوطن، ليس لها علاقه بالوطن، والا لو كانت تحمي الوطن ما كان حال الوطن بهذا الشكل، لما كانت فوضى امنيه، فوضى سياسيه، خراب، دمار، الحدود سائبه، استقلال غير موجود، سياده منتهكه، وبالتالي لا جيش ولا قوى امنيه تحكم العراق وعندنا 17 جهاز امني. وقتل وذبح وميليشيات تتحكم بالشارع ولا يستطيع القوى العسكريه ان تفعل شيئا، وتدخل اي منطقه تختارها هذه الميليشيات، ومن ضمنها المنطقه الخضراء اللي تحصن بها الحكومه وكل السفارات، تدخل هذه الميليشيات، لا تستطيع هذه القوى العسكريه اللي يسموها قوى عسكريه وجيش العراق وقوته ان توقف هذه الميليشيات. هذا واقع الحال وهذا ما شاهدناه. استعرضت الميليشيات والعصابات، هم يسمونها خارج عن القانون، استعرضت في شوارع بغداد، والقوى العسكريه لم تستطع ان تفعل شيئا ولم تقل كلمه واحده. بعد انتهاء الاستعراضات قالوا عرفنا، يعني سمعنا بوسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا كلام؟ هم يتحدثون عن انه الصواريخ التي تطلق نعرف اين تذهب، والطائرات التي تطير اين تذهب، ولا احد يمكن ان يتحرك في العراق الا باوامر منا، كيف يمكن ان يتحدثوا بهذه الطريقه والميليشيات تجوب الشوارع ويقولون لا نعرف عنها شيئا؟ هذه هي الكذبه الكبيره. فبالتالي هذا الخوف الذي يعني يسكن قلوبهم وعقولهم من اي تجربه تحدث في العالم بغض النظر عن شكلها، يعني لا اتحدث عن التجربه التونسيه، اهل تونس يعني مثل ما يقال اهل مكه ادرى بشعابها، لكن نتحدث عن التجربه العراقيه. هذه التجربه تبقى تجربه رخوه مبنيه على رمال متحركه، الخوف يملك قلوبهم وعقولهم، هم ليسوا بناة للدوله، لم يبنوا اسسا لدولة، لتنظيم، لمؤسسات رصينة وطنية تحميهم وتحمي أنفسهم، يحميها الشعب ويقاتل من أجل بقائها. هم يعرفون هذه القضية، يعرفون أن الشعب في لحظة معينة سيسحقهم جميعا، لذلك يخافون من أي تحرك، من أي خطوة، من أي نموذج يحصل في العالم، ويقيسونه على أنفسهم ويتحدثون بهذه الطريقة. الحقيقة ما يحصل في العراق هو كارثة كبيرة، دمار كبير، ومن يملك مفتاح الانقلاب على كل هذا لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا أحد من القوى السياسية، هذه كلها في خانة الذي سينقلب عليه. من يمتلك هذه القدرة في الانقلاب هو الشعب فقط، لذلك عليهم أن يخافوا من الشعب، لا يخافوا من رئيس جمهورية ويعرفون هو جزء منهم، لا يخافوا من رئيس برلمان هو جزء منهم، لا يخافوا من رئيس حكومة وجزء منهم هم جاءوا به. وكل القوى هذه متحالفة مع الشياطين ومع الفساد ومع الخراب. وقت هذه الحلقة انتهى، أشكركم وأترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.